حبتين 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 سوي رياكشن ذاك ذاك اللي في الحرم حبتين 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 رياكشن ذاك يا ورع بشير بروح اكل بروح اكل والله والله بروح اكل والله والله بروح اكل لعبتك خلص راح جاني هذا يدعي لي قال يا الله بغيت هدفها يا يا بعلمك انا تعبان ميت جينا عزوز البوله قلبه شوي لي مساج اقسم بالله اني رقدت تقريبا 17 ساعه عين العين 17 ساعه ما تصحى من لا ضريه ترى كنت مجانا لا انتبه جاء نجم اليوم جاء نجم اليوم نجم اليوم الحين نجم اليوم معطينا مجامله اليوم معطينا مجامله عباس من فرج حي والله ذا العين انا نجم اليوم حي والله ابشر والله بسعد تعذوا انا حاغسلكوا غسل سريع واتمنى ما حدش يقاطع النقاد انت عقاب رايك بالحلوين دول هذا الخقاد هذا وشو؟ خقاد بص يعني شيء دبه جديده سبعة شهور لا تنشف فيها يا شباب سبعة شهور ينمو خشمه بس سبعة هذا صار بيبي مولود سبعة شهور عشان خشم اوكي اللوك حريقه يلا حريقه اللوك ايه؟ والازله والازله اليوم خواتم الازله نار نار احب العزله الازله اي العزله الازله نار وتسبب لي انتحار عامل زي صياد السمك يا اخوي انا عارف الصراحه اطول مسلسل يا عمي دي اطول من مسلسل الميراث يلا روح انا مسلسل الميراث من شهر كم من هنا يا عمي احنا من السنه اللي راحت بقى شهر صيف ايه ده يا عز من 1440 الى 1445 بس اقول 54 وجهه باشا بس يقول انت ما انت نجم بس طيب هو يقيمني اتجه يا عز يا عز سيف 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 هو المجرب سيف هذا البيت بالله العزي العزي ضيعتها تضحك مع ماشي زقوك علي تضحك على لهجتي لا قلت مجوره الحين صارت على لهجتك الله العزي يا ليال عيال قاعدين بحراج حنا بالدربلوش حتشوف الله ما اعطاني المقطع الروج اصبر اصبر يا عيال والله ما اشوف يا الربع عندي سالفه تكلم يا جدار يلا تكلم يا زولير تكلم يا صحن هذا احسن زوز يقول حراج يا ولد عبد الروج اعطيتك في تقطه ما اقدر اصبر شوي اصبر شوي هذه شال عليه اي والله ثقيله هذا 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 رجال طويل العمر متزوج له واحده سبحان الله واحده انا في تعداد اربع ثلاثة انا قلت واحده اقول سبحان الله اسلم عرفت السالفه لا تقرط الرجل الزبده الرجال ذا متزوج له واحده وكانوا يبي يسافروا ماشيين اللي بيروحون الديره والله تستاهل يا الربع اهديت على ابو عبد الله ساعه رولكس الله يطول عمرك الله يعين شوية من قبل تكفى هذه مو برولكس هذه رولكس هذه بيسافرون يا طويل العمر الديره ما شاء الله الديره يا طويل تبعد عن مدينتهم قروا دعاء السفر يمكن 300 كيلو زين رايحين للديره هم
وهم ما بغى لها من جت منهم سياره اللي قاعد معهم سياره اللي قاطعك لما يخلص عندي والله اللي قاطعك ما في بهفها فيك الظاهر الله يسعدك يلا معهم سياره وكاد يطلع عمر كم مديله ولكن بلاهم الوحيد وش هو ان ما فيه محطات على الطريق ما فيه الا محطه واحده هم انهم يعبون منها ولا يكملوا ومعهم رعي وايش اسوي وايش عدوا محطه هم الحين الامبير حق البنزين في يمكن الربع الربع قدامهم باقي دير وباقي باقي اشياء واجده الوكاد طويل العمر وهم يكملون طريقهم الطريق هذا يميل الى الصحراء الى يعني الى صحراء الى خط استوائي مستوي المهم ويمشون يا طويل العمر ويمشون وهم يصلون للديرة اللي هم بغوها بعد عناء بعد عناء طويل اي قالوا هذه الديرة كيف وصلوا التانكي ربع لا كان باقي انا ما قلت لك كم باقي كيلو انت كنت مركز شكرا لك على تركيزك ابشر لاني انا ما قلت كم باقي كيلو وانت سالتني كيف وصلوا هو باقي عن الديرة 15 كيلو يا سلام يعني ليش تقول في قاطعة وما ادري ايوه عشان اشوف انت تركز هذه من الاساليب الحوارية الوكاد يا طويل العمر والله يصلون للديرة ويخشون على أهل البيت قالوا سلام دقوا الباب ولا بس خشوا كذا قالوا سلام عليكم حلو سلموا كويس أيوة هم ردوا عليهم وعليكم السلام يعني ايش بيقول سلام جابوا حافظين بعض طبيعي قالوا عليكم السلام وعليكم الوكاد قالوا لهم كيف انتم ردوا ردوا عليهم يا طويل العمر مره كيوت كويسي ها انت ما توقعت الرد صح ايوه يومها وش قالوا يوم قالوا مرة كيوت كويسين وصل وصل شيء ما ودك إنه يصل في الحياة دي كلها يا سلام شيء 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 عجيب هم 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 وش تقول كيوت وكويسين هذا كلام ما ينقال وش قالوا قالوا تعال يا لو احترم ما يمديك توضي بعدين اللي قالوا اللي قال اللي قالوا كويسين منهم ما يروح قالوا اقرا اقرا كويسين وكيوتيين فالقلب تعال هذه كلمة ما تنقال ولا سووا لها سالفة ما عليك ما عليك بيشل بيشل الوكاد سووا لها سالفة ويجونك طول العمر حين عند القاضي هو هذا كلام زمان مبطي مبطي قاضيهم اللي هو على المسرح على المسرح قاضيهم قاضيهم اللي هو عند الحكيم عندهم في القرية يتقضى لهم لا هذا لا راح السوق يتقضى لهم بس هو قاضيهم الحين قاضيهم قضى لهم خلص قضى لهم اي وش جاب لهم كورن فليكس زبادي حلو مشطه سماطره سبد حمار ذي ما ادري الوكاد انه لا للمستقبل الوكاد طول عمره يمسكونها قالوا انت قلت كيوتي كويسين صح ولا لا قال لي نعم انا قلتها قال ليش تقولها قال لنا احنا مره كيوت هنا قنبعت تخيل اهلهم فوق اهلهم حكيم الديره وتقول الكلام ذا هذه مصيبه مصيبه قال هم جالسين مثل الجلسة ذي قال يا طويل العمر ما حلفتني بالله والله وبيت بناه الله إنه ما صار الكلام هذا بس هو وش سوى الذكي قال أنا كل هذا اللي سويته ليش ما أختر الطريقك شلون يسوي الطريقة يوم ما راح للقاضي قال أنا سويت كذا عشان القاضي يتقاضالي عندكم عصفر طيب يوم انه وراح لي جاب عصفر من البقاله هو وقتها عصفر هذا انهيق وراح للبيطري انا باسك سؤال اليوم الجبنه وش صرعيها هالجبنه طبخوها وكلوها زبده الموضوع وصلنا للخاتمه زبده الموضوع ان القاضي ذا بالاخير طلع منه من قريبهم طلع هو اللي يقول هاي كيوتي شفت مصيبة حجم مصيبة؟ تدري شو مصيبة؟ إيه؟ إن ساكتين خليك تسولف. لا. هم كم استقرقوا؟ عيال المصيبة أول مرة أشوف نون مقلوب. طالح توقعون وين؟ أنا. توقعون وين؟ ما في. عقاب أخر يدك؟ لا إيه والله. نون مقلوب عيال. حيوة. والله صدق يا عمر. شوف. لا لا. نضحك. قفلت سالفتك خلاص أنت عاد تطلعي تروح لا سالفتك ما نهاية. او لا عاد الحين بعلمكم سالفه والله نون ثاني يا لا بعلمكم سالفه صحيح صحيح صارت لي يا اخوان مره اني ايام اسمع لا انا واقف اسمع لا فكنا من ايام الحجر احنا عندنا اسمع 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 احنا عندنا جبل اسمه جبل اللوز عرفت شلون الجبل هذا ينزل له وش ينزل تتوقع ما راتب آه
حلوه. انا قلت وش ينزل له؟ قال ينزل له راس. انا اقول جبل اللوز، احنا في جبل عند اسم اللوز، وش ينزل له؟ والله حلوه يا والله، والله انها حلوه ولا توقعت. جبل اللوز ذا ينزل ينزل عليه ثلج. هباص طلع ما له عيون يا عيال. لا هذا سيف مو بلع. احمد جاء على واحد. لا انا حرج على طول. شنو ابي جنبك؟ جبل اللوز هذا الخبز ما ينسى. تكفى عطني دور زين في المسرحيه. جبل اللوز هذا وش ينزل فيه؟ ينزل فيه ثلج. ايه الثلج هذا. اي اوكي حلو. غير الموضوع والله. ريان انت مشكلتك انك تكذب وتنسى كذبه. ما هو اكذب وانسى كذبه، مشكله تدري وش هو؟ مشكله في حاجه صارت الان، يعني اقطع موضوعك اقوم عليك. وش هو؟ سيف انت فخشمه؟ لا قال. يعني انت سالفتك والله ما روح توكل على الله شوف لك خلاص. شيلها بجنبك مره وانا امشي. يا رجال لا تسولف انت، حالك حق ذبح بس. مره وانا امشي يوم اني مشيت طح، بس من جاء انقذني القاضي راح يجبر. الله يا صاير بالناس. الخاتم موجود؟ لا الخاتم دارين، الخاتم موجود والله. انا فن يا حلال انا دارين كم واحد سكربتك انا وقف. اسمع يوم طح مين انقذني؟ جو 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 يا عيون. صار مثل دخوليات عبد العزيز، كل دقيقتين دخوليه. هالرجال عبد العزيز. عبد العزيز سيف انا صادق اسلك له. عبد العزيز دخوليات بليو بليو انت سيف بليو من يا شفت انك كذاب. اي الشيخ الاولى الشيخ الاولى ما تنسى. عبد العزيز بنقول ريالتي الان ينادوني الشيخ. والله والله لما تسكتون المس الخاص خلاص تمام. هذا حلو هذا الشيء. هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سلام. معكم شيخ القرية. ونعم. هذا الحكيم اللي قبل شوي. احترم احترم. معكم شيخ القرية. ونعم. السلام عليكم. رد السلام. سلام سنة ورد واجب. السلام ورحمة الله. راح أوقع مع لاعبين مميزين هنا. الله. راح أوقع مع لاعبين مميزين الآن. لاعبين الريالتي. إيه نعم. بما أن إحنا في نادي سكريبت اثنين. أوقع مع لاعبين حصري هنا. هو ذا. حياك الله حياك الله حياك الله. انت كيف جبت هذا الهداف؟ انت جبت هذا الهداف، جبت هذا الهداف قويه. هدف زكي بالراس، هدف كيف ثاني بالمتن. الله يسلمك. ثاني كذا واحد ضبط. حب وقع العقد. صبر صبر واحد بوكس. لا وقع العقد كذا. شيخ خالد سم وجايب ثلاث حصانات مستمره. الشيخ خالد احنا فاهمين. هو ده هو ده هو ده هو ده احنا فاهمينها. هو هذا هداف ولا حصانات؟ لا بنود العقد اقرها ثم لازم احنا نفهمها. رد العقد. صورين لو سمحتوا. صورين 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 لو سمحت. صورنا وقف. صور صور يا الربع. احنا شايرينك والله يا اخ عبد العزيز. بما ان شيخ قريه طالعوا طالعوا هنا طالعوا هنا ناضوا. لا بما ان شيخ واحد شغل كوش طبيعي عشان فلاش. وقع وقع وقع. هذا هو الشيرت. دقيقة دقيقة خلنا الشيرت. السلام عليكم. قرب 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 الكاميرا. امسك امسك امسك. صور 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 صور. امسك سمح لي شكو. خلنا وقع معه. وخر خلنا صور خلنا صور. هذه الميكروفونات. وخر 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 وخر. ولد الميكروفونات ذي حق الصحافة. كاميرا 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 فيديو هنا هنا هنا. من اجمل التوقيعات مني شيخ قرية. حاتم حاتم حاتم. لو سمحت لو سمحت كذا. ثانك يو. المايكات المايكات عاد مع الاعلاميين. السلام عليكم. انا عبد العزيز انا اسلمي. يقولون انك اخذت تكفى 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 تكفى. اعلامي هنا تعال وقع لي. تكفى تكفى وقع لي وقع لي. مد يدك مد يدك. دقيقه يا اخوان في لقاء صحفي. وين هباس؟ لقاء يا غبي هباس. الصحفي الصحفي يا ولد يا ولد. رئيس القريه رئيس رئيس معليش رئيس القريه. لا 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 هذا صحفي. لا لا صحفي صحفي صور صور صور. كم كم صور؟ 5 ريال كم؟ لا تقعد هنا تقعد هنا. شوف اللقاء هنا. شوف لا تصور هناك. روح وراك. تعال تعال رئيس النادي. روح 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 وراك. خلي وقف خلي وقف قدام الكاميرا.
وقع وقعتك فوق وقع على جبهتي على جبهتي اجمل توقيع صار لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كاميرا 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 خشيتها السلام عليكم عبد العزيز الاسمي بيقول انه اخذ ثلاث هاتريكات في اخر الدقائق يعني جحفلي ما جابها جابها عبد العزيز الاسمي وش تقول يا عبد العزيز الاسمي لا لا تخش في عينك لا 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 شكرا الله خل يا لا 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 بس شريه لا بسم الله لا تو شريه تعال 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 ما تجيب هداف قفل الميكروفون لاعبي تكفى لاعبي تكفى لاعبي تكفى جيب هداف كاميرا 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 جيب هداف تكفى الكاميرا يا خلنا ناخذ نقاط خليك ما تجيب هداف يا اخي بطل والله انه بطل جماعه من انت اعتذر حالك اشكرك يا شيخ روح وجهه وقعت وياك جيب هداف اسمع اللقاء اسمع اللقاء الان عبد العزيز الاسمي جحفل جحفلي يعني انت جبتها انا جحفلت جح مو بالدقائق 93 انت جبتها باخر ثانيه على المحور الاول لا انت تصور يصوره هو والان تعبيرك بما ان تم توقيع معه وهل يعني راح توعدهم طيب. انك تجيب الرابعه والخامس أولاً والسادس اولا شكرا وجزيلا لشيخ القريه ولا الى جمهور الواقع وجمهور عبد العزيز الاسلمي و باذن الله ما هي بالاصليه يا اخوي اسكت ما هو بلازم محمد منصور على التيشيرت الجميل واشكر شيخ غالي وقع معي هذا من ثقته بي انا يا عبد العزيز الاسلمي ويبشرون بالسوبر هاتريك باذن الله اذا دخلت البرايم واذا ما دخلت طيب متى راح تسوي القنبله مفاجاه ويكون انت الان في النصف النهائي نعم متى راح يكون متى راح يكون النهائي متى راح يكون تصفيات النهائي ولا القنبله النهائيه والهاتريك الهاتريك ان شاء الله غدا مع عادل بن هيف الاوتسايد يا رجال روح روح اوتسايد لا اوتسايد ملعبك ملعبك عادي عادي ملعبك عادي اوتسايد عادي قلبي يجري اوتسايد خرعون يعني اوتسايد